عراق أحلى مع جديدة الشط. مرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي قناة العراقية وفقرة العراق أحلى. نحن الآن في جزيرة جديدة الشط في محافظة ديالى. مثل ما تشاهدون هذه الجزيرة خلفي، هذه الجزيرة تقسم نهر دجلة إلى قسمين في هذه المنطقة. طول الجزيرة هي لأكثر من 10 كيلومترات، وبحسب أهالي المنطقة فإن عمرها يمتد لأكثر من 70 أو 80 سنة. طبعا الجزيرة عبارة عن نخيل وفواكه وأشجار فواكه. هذه الجزيرة طبعا هي تشكيل طبيعي. بحسب أهالي المنطقة تشكلت الجزيرة من 70 أو 80 سنة من بعد أن فاض النهر، فتشكلت بعد ما انتهى الفيضان وبعد ما رجع منسوب المياه إلى الطبيعة. فظهرت هذه الجزيرة. هذه الجزيرة هي عبارة عن نتيجة لفيضان لنهر دجلة في هذه المنطقة. مشاهدينا الأحبة، نحن الآن طبعا في أحد الزوارق الخاصة في قسم الشرطة النهرية أو النجدة النهرية التابعة لشرطة ديالى. طبعا مشكورين الأبطال في الشرطة النهرية اللي تعاونوا ويانا حتى نصور هذه الجزيرة. طبعا هذه الجزيرة احنا حاليا في وسط نهر دجلة، منا قضاء الطارمية ومنا ناحية جديدة الشط. نحن الآن في وسط المنطقتين. هذه الجزيرة هي عبارة عن متوسطة المنطقتين بين الطارمية وبين جديدة الشط، وأيضا هي في نصف نهر دجلة، يعني منك شق لنهر دجلة ومنا الشق الأكبر. طبعا الأجواء هنا مثل ما تشاهدون يعني أنواع مختلفة من الطيور، يعني ما أعرف أسماها بصراحة يعني، لكن هي طيور متواجدة هي يومية. هاي الأجواء هي الأجواء اليومية لهذه المنطقة، لكن أغلب الناس ما يعرفوها. ليش؟ لأن هذه المنطقة هي مو سياحية، هي زراعية. وهذه أعود لكم مشاهدين من جديد. أحبتي المشاهدين، نحن الآن في داخل جزيرة جديدة الشط. مثل ما تشاهدون خلفي نهر دجلة، هذه هو أحد مداخل الجزيرة. طبعا الجزيرة عبارة عن نخيل، أشجار لفواكه. طبعا بعد أن تحدثنا إلى أهالي المنطقة تبين بأن صح الجزيرة هي مو سياحية إنما هي زراعية، لكن في المناسبات مثل الأعياد أو أعياد النوروز العوائل من داخل ديالى ومن خارجها تأتي إلى هذه الجزيرة، إلى هذه البساتين. أصحاب البساتين وأهالي ناحية جديدة الشط يفتحون أبواب بساتينهم إلى العوائل، فتدخل العوائل إلى هذه البساتين قرب نهر دجلة، يقضون أوقاتهم في المناسبات. وأيضا حتى العوائل اللي ما تستطيع أن تأتي بأكلاتهم، أهالي الجزيرة أو أهالي ناحية جديدة الشط يفتحون أبواب دورهم السكنية لاستضافة العوائل اللي تأتي إلى الجزيرة في المناسبات والأعياد.